انطلقت يوم الاثنين محادثات الحوار الليبي بتونس العاصمة تحت شعار ليبيا أولا بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد وبمشاركة 75 شخصية ليبية بهدف التوصل إلى حوار مثمر للخروج بحل للأزمة الليبية الراهنة ورسم ملامح المرحلة المقبلة لبناء مسار ديمقراطي بها. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. انطلقت يوم أمس بتونس فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة 75 ممثلاً عن مختلف مكونات المجتمع الليبي. هذا اللقاء الذي كان تحت شعار ليبيا أولاً جذب معه جدلاً واسعاً حول مدى تمثيلية الشخصيات المشاركة لكل مكونات المشهد السياسي والقبلي في ليبيا، والتي يرى البعض أن الاختيار لم يخضع للمقاييس التي من الممكن أن تضع كل الأطراف المتنازعة على طاولة النقاش لفض وحلحلة الأزمة الليبية، خاصة منهم فاعلين بدرجة أولى، وهو ما قد يسفر إلى الرجوع إلى نقطة البداية بسبب غياب الإرادة السياسية والوطنية لدى جميع الأطراف السياسية المعنية في الصف الأول من النزاع. اللقاء كان تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ألقى خطابا فحواه لم يكن بالجديد، حيث ذكر بأهمية الحل الليبي الليبي وبعمق وتاريخ الحضارة الليبية التي تجمعها علاقة أخوة بالشعب التونسي. كما بدا موقف تونس محايدا تجاه القضية الليبية، خاصة وأنها دعت إلى إنهاء الحرب والخضوع إلى صوت العقل لا الرصاص، وهنا تبرز أهمية العلاقة التي تجمع كلا البلدين خاصة من الناحية الاقتصادية، بما أن هذا النزاع قد أسفر على عدة تداعيات وخسائر على مستوى الاقتصاد الوطني. فهل يعد هذا الملتقى تتويجا لمسار الحوار الليبي الذي بدأ في الصخيرات المغربية ثم تلته محطات أخرى في المغرب ومصر من دون ترجمة الاتفاقات الموقعة إلى واقع جديد في ليبيا؟ وهل سينجح لقاء تونس في تغيير الحال في ليبيا بعد عدم تحول كل التفاهمات السابقة إلى أرض الواقع سياسيا وعسكريا، حيث بقيت محكومة بالمجموعات المسلحة وتعاني الانقسامات الفئوية والقبلية والأجندات السياسية ذات الارتباطات الخارجية؟ وفي هذا الإطار أكدت بدرة جعلول مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تصريح لقناة الجنوبية بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي كان على المستوى الشكلي ناجحا جدا. كما شددت بدرة جعلول بأن الملتقى سيعطي مخرجاته عبر تحديد موعد للانتخابات، هذا واعتبرت أن المسودة فيها الكثير من الشروط التي لا يمكن أن تنطبق على الشعب الليبي. فيما يخص اللقاء يعني الحواري الليبي الليبي الذي يعقد بتونس، نتمنى أنه يكون يعني حوار بناء من أجل المصالح الليبية. طبعا الملف السياسي في تونس والخمسة وسبعين اللي هم يعني تم اختيارهم من طرف الأمم المتحدة، في ناس تقول إنهم ممثلين ومجموعة أخرى تقول باعتبار إن احنا شفنا وتمحصنا كثيرا في المجموعة، هناك على ما يقارب 43 شخصية ممثلة من الإخوان ولا تمثل الشعب الليبي، يعني أكثر من مشتر أو كل ثلاثة أربعة منهم هما مجموعة خارجة عن السرب، إنما هي مجموعة يعني تمثل مجموعة سياسية محددة في ليبيا. هو إنه هل هناك يعني توافق أم لا، هناك أمس على حسب التسريبات التي لدينا هناك الكثير من التململ، هناك الكثير من عدم الرضا بالمجموعة المتحاورة، كذلك عدم الرضا لمجموعة من البنود من المسودة التي تم نشرها وإعطاؤها للمجموعة، لأن المسودة يعني فيها الكثير من الشروط ولا يمكن أن تنطبق على المجتمع الليبي أو حتى على المجموعة المحاورة. في نقطة معينة نحن نقول إنه فما نجاح لمجموعة 5+5 اللي أصبحت هي مجموعة العاشرة، أوكي فما نجاح، لكن الحوار السياسي ما زال، والملف هنا في تونس سيعطي مخرجاته، هذا مؤكد بالنسبة لنا كمعلومة مؤكدة، أن من مخرجاته سيحدد موعد الانتخابات، لأنه في كلمة ستيفن ويليامز يمكن تجاوز يعني الحكومة الانتقالية والذهاب مباشرة إلى الانتخابات. لكن السؤال الذي يطرح ونطرحه إلى السيدة ستيفن ويليامز، هل أنا شعب الليبي اليوم مؤهل إلى حياة سياسية للدخول في المعركة هذه مع وجود مرتزقة وميليشيات ووضع أمني يعتبر نوعا ما مضطرب؟ هل أن هذه السرعة يمكن أن تأتي أكلها؟
هذا سؤال يطرح. بالنسبة إلى الحوار التونسي على مستوى الشكل يعني والتنظيم هنا في تونس على مستوى الشكل فهو ناجح جدا، لكن على مستوى المضمون والحوار الليبي وهناك نوع من الصراعات ما بينهم يعني ربما سيفضي إلى نوع من عدم الرضا وعدم التوافق، وربما سيذهبون إلى ليبيا. هناك أخبار تقول بعد تونس سيقرر الذهاب إلى ليبيا وحوارات أخرى داخل ليبيا.